اهلا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، رحب بكم معنا في برنامج ميركاتو عبر شاشه قناه الشارقه الرياضيه، والذي نقدم فيه لكم اخر اخبار المعسكرات التحضيريه الخارجيه لانديه دوري الخليج العربي للمحترفين قبل ضربه بدايه الموسم الكروي 2015-2016. قبل أن نبدأ محاورنا وكذلك الحديث عن المعسكرات للأندية، دعوني باسمكم جميعا أن نرحب بضيوفي الكرام في الاستديو، الكابتن محمد أحمد حمدون. بأحمد أمسي عليك بالخير. والمسي عليك بالنور والسرور وعلى الأخوة المشاهدين. الله يمسي عليك بالنور والسرور، والمدرب المصري المتميز دائما الكابتن أيمن الرمادي. أهلا وسهلا كابتن أحمد، رحب بحضرتك كابتن حمدون وبالكابتن. إن شاء الله بإذن الله يبقى موسم جيد إن شاء الله. بإذن الله نجم منتخبنا الوطني ونادي الشارقة سابقا والمدرب الحالي عبد الرحمن الحداد. مساك الله بالخير سلطان. حياك الله يا أبو عوف. حيك. اليوم كابتن أيمن لابس أزرق وجالس بينكم. سالفة الأزرق هذه. وكذلك نرحب طبعا عبر الأقمار الصناعية من النمسا بالكابتن أحمد مبارك مدير فريق الشارقة لكرة القدم. مساك الله بالخير مبارك. الله بالنور سلطان. الله يحفظك إن شاء الله. أخوان أيضا الله يسلمك إن شاء الله. شكلكم توكم طالعين من المباراة والملامح طيبة، يعني فيها ابتسامة، يعني مبروكين على الفوز نقول. الله يسلمك يبارك فيك ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله. وقبل النتيجه هي الاداء، يعني الحمد لله كان مطمن يعني للفريق، مطمئن يعني جدا والحمد لله الحمد لله. هذا اهم شيء، دائما نقول النتيجه نحن هي مش مهمه كثر ما نقيس مستوى اللاعبين والانسجام اللي دائما يكون في الملعب. سنبدا اليوم من حيث المحور الاكثر تداولا في مختلف المساحات سواء الاعلاميه او في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. هل ستلتزم لجنه دوري المحترفين بالموعد الذي اعلنته كبدايه للموسم الرياضي الجديد في 19 من اغسطس الحالي، ام انها ستتجاوب مع التغيير الذي طرأ على موعد اقامه دوره كاس الخليج 23 في الكويت والتي تاجلت الى ديسمبر من العام القادم، وعليه ستتاجل انطلاقه الموسم الجديد الى منتصف سبتمبر المقبل. سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا في الاستديو، لكن قبل ذلك سنستعرض معكم جدول مباريات الجوله الاولى من الدوري. نتكلم في أول محور وحديث الساعة نقدر نقول في الشارع الرياضي، وهو طبعا تغيير أو تأجيل موعد انطلاقة دوري الخليج العربي. نسأل أحمد مبارك مدير فريق الشارقة لكرة القدم. كابتن أحمد، يعني ما بنقول في قرار أو قرار رسمي في تأجيل الدوري، لكن أقاويل بأن الدوري ممكن يتأجل لممكن منتصف سبتمبر. الدوري إذا تأجل هل هذا من صالح فريق الشارقة، وهل المعسكر ممكن يتغير، ممكن يطولون كذلك المدة اللي أنتوا موجودين في معسكر النمسا؟ في البداية أخوي سلطان، إحنا سلطان إحنا طبعا ما شاء الله يمكن نكمل 26 يوم إذا خلصنا المعسكر هذا الأول، وأنت بعد تبغينا معسكر نطول فيه، فأتوقع بيكون يعني وايد يعني سواء ضغط على اللاعبين أو حتى المجموعة اللي موجودة هنا في المعسكر. أما بالنسبة للتأجيل بناء على تأجيل دورة الخليج، فأنا أتوقع التأجيل مو من صالح الأندية ولا هو من صالحنا إحنا شخصيا، يعني بحكم أنه أتوقع بدينا الجهاز الفني بدأ يوضع خطة باللياقة والإعداد البدني اللي كان موجود والحمل اللي موجود، يعني من بداية ما بدينا المعسكر أكيد في خطة مدروسة لين ما توصل مرحلة أنك أنت تدخل الدوري بناء على التاريخ اللي كان موجود اللي هو 21/8 ندخل الدوري واللعيبة يكونون يعني في مرحلة طيبة أنهم يقدمون مباريات.
فأنا أتوقع تأجيل الدوري هذا يمكن راح يلخبط بأوراق أو بالبرامج اللي وضعت الأجهزة الفنية لكل الأندية هذه، وبتصير تغييرات كبيرة. وأنا أتوقع يعني هاي التغييرات ما بتكون صالحنا، لأن ما تقدر أنت ترجع الجدول من أول أو ترجع تدريبات من أول جديد على أساس أنك تحط برنامج جديد، إلا أن تشوف له حلول ثانية يعني. نعم، المباريات الودية ممكن اللي تصير في دولة الإمارات هذه ما بيستفيد منها فريق الشارقة؟ والله ترى أقول لك هاي يعني يكون الأوبشن الثاني اللي بتكون يعني للأندية، سواء المباريات الودية هذه أو سوي لك مثل دورة ودية من 4 فرق أو 3 فرق أساس أنك أنت تكمل على التدريبات أو الجرعات اللي موجودة. لكن أنا أقول دراستك أنت ووضع الدراسة هذه للإعداد البدني والفني والتكتيكي لين ما توصل أول مباراة من مباريات الدوري، أعتقد الفترة هذه مدروسة ومحددة يعني أساس أنك توصل أنت مرحلة تدخل فيها المباريات. أما في هاي الحالة يعني مباريات الودية مهما كان لا تغاس مثل المباريات الرسمية اللي لها نتائج ونتائج في الدوري أو خلال البطولات اللي أنت بتدخل فيها. جميل، نحن عرفنا مثل ما ذكرت كابتن أحمد أن التأجيل مش من صالح فريق الشارقة، لكن في حال تم التأجيل وبشكل رسمي وبقرار رسمي، الخطوة اللي ممكن أنتوا تقومون فيه كفريق الشارقة أن إذا نتكلم عن مستوى الفريق الانسجام اللي في الفريق هذا كذلك ممكن يسبب لكم أنتوا أزمة في المرحلة القادمة، فشو اللي بتقومون فيه؟ هو طبعا كلنا ننتظر الحين احنا الشيء الرسمي يعني لتأجيل المباريات وبالضبط التاريخ، لأن التاريخ هذا بيحدد البرنامج من قبل الجهاز الفني أول شيء، وبعدين أعتقد الجهاز الإدارة ومجلس إدارة راح تشوف البرنامج اللي بيوضع الكابتن بنميغو والمعاونين اللي عنده، وبناء على البرنامج هذا والتاريخ اللي بيكون محدد يعني لبداية الدوري نعتمد البرنامج هذا وبعد ذلك إن شاء الله. فأكيد الجهاز الفني من وصل الخبر يعني من نسبة التأجيل قاعدين يحطون برنامج خاص يعني فكذا حل، مثلا الاوبشن الاول الاوبشن الثاني في حال تم تأجيل الدوري. جميل. لكن لغاية الآن ما في شيء، ليش؟ لأن احنا نبغي التاريخ بالضبط يعني، لأن إذا اليوم تقول مثلا 94 يمكن أنا ألعب كأس الخليج العربي، هذا شيء مباريات رسمية وفي بطولة يعني، وغير يوم أنا أقول لك لا أنا ببدأ من 21/9 أني أبدأ الموسم كله يعني، فهني بعد يختلف يعني الوقت هذا يختلف. لكن أنتم ملتزمين بوقت الرجعة يعني 7/8؟ هي نعم شيخ، لغاية الآن يعني احنا موجودين لا 12/8 احنا رجعتنا 12/8. هي نعم، لأن بيكون 26 يوم تقريبا بنكمل لين 12/8 بنكون مكملين 26 يوم. جميل، يبقى معنا أحمد مبارك، أرجع للاستوديو لضيوفنا. كابتن حمدون أتكلم عن في حال تم التأجيل، يعني البعض يقول لك لا هذا من صالح الفرق خاصة في موضوع الانسجام، والبعض يقول لك لا نحن حساباتنا كلها بتختلف وحساباتنا ممكن يكون فيها ضرر للفريق واللاعبين. شوف أحمد، أنا في اعتقادي يمكن الوضع اللي موجودين عليه الآن في عملية تأجيل كأس الخليج، أعتقد يمكن هذا راح يسبب إرباك بالنسبة لعمل المدربين. يعني دائما المدربين يقومون ببناء الفريق من خلال هذه فترة الإعداد اللي يقومها من خلال المعسكرات، فأعتقد أن القرار يجب أن يتخذ في أسرع وقت ممكن، لأن الآن أنت بتأجل أو أنك تستمر على نفس المنوال. الآن المدربين بحكم أن عملية الإعداد البدني مهمة بالنسبة للموسم، فعملية أنك ما تحدد الوقت أكيد راح يأثر على عملية مستوى اللعيبة، أداء الفريق، الانسجام، كل هذه الأمور راح تأثر بالنسبة لأي فريق. فأعتقد أن التحديد عملية التأجيل أو استمرار المسابقة مهم جدا، يعني خلال اليومين الجايات يجب أن القرار يتخذ، لأن هذا راح يسبب إرباك بالنسبة للأندية. جميل، كابتن أيمن، أقل من 10 أيام أو 10 أيام تقريبا إذا نتكلم ضربة البداية للموسم الرياضي الجديد لكرة القدم، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الدوري سواء تأجيله أو بنفس الموعد. الحقيقة هم لأن القرار جاء مفاجئ، قرار تأجيل البطولة الخليجية، وأنا الحقيقة أعذرهم في الجزء ده، لكن عليهم إن هم يتخذوا القرار في أسرع وقت، لأن زي ما الكابتن أحمد مبارك قال في أجهزة فنية بتشتغل، حط برامج، حط تشكيل حمل. لا يعقل في أي دولة في العالم يكون الإعداد 3 شهور. يعني إيه 3 شهور؟ يعني 12 أسبوع، زي ما قالك 26 يوم في معسكر، اللعيبة بشر مش آلات،
عندهم الحالة النفسية بتفرق معاهم لما اقعد المعسكرات وقت طويل وبعدين اجي هنا واقعد كمان بعد المعسكر اكتر من شهر او شهر وعشر ايام ما بين مباريات وتدريبات بدون مسابقة رسمية، عملية قاسية جدا الحقيقة، هيربك ارباك شديد جدا. فلازم يتخذ القرار عشان كل مدرب يجد العمل البديل في برنامجه. لكن انا اعتقد ودي من وجهة نظر الشخصية ان ده ارباك الحقيقة المفروض ما يقومش بيه اتحاد الكرة او ما يقومش بيه المنظم للبطولة هنا. نعم. يخلي المسابقة زي ما هي وبلاش الضغوطات اللي هي كل 3 ايام 4 ايام ماتش، وخصوصا في بداية الموسم لان ده وضع مش صحيح. يدي براح شوية في الراحات، لكن لازم يبدأ الموسم في وقته، لان تخطيط البرنامج عملية قاسية جدا للمدرب وهم اوريدي بدأوا. نعم. تعرف لو القرار ده قبل ما يبدأوا، لكن بدأوا حطوا برامجهم. وزي ما بقول لحضرتك مش معقول مفيش فترة اعداد في الدنيا اسمها حاجة اسمها 12 اسبوع، يعني في فرق بدأت من 1-7 او من 5-7 او من 10-7. نعم. نعم. فيش حاجة اسمها فترة اعداد 12-13 اسبوع، مفيش الكلام ده. يعني ماكسيمم بيبقى 8 اسابيع وغالبا بيبقى 6 اسابيع كمان. جميل. كابتن عبد الرحمن، اذا تكلم ممكن من الناحية البدنية ذكرها كابتن ايمن ممكن تكون سلبية، والنقطة الثانية ان البعض اقترح ان نبدأ بكأس الخليج العربي المباريات اللي هي طبعا رسمية وتكون الامور ماشية من ثم نبدأ دوري الخليج العربي. طبعا يعني التأجيل اعتقد ان يعني الكل يتكلم انه مش صالح لصالح الفرق الاماراتيه يعني خاصه في دورينا الحالي. انا اعتقد انه يعني التاجيل ايضا ممكن يكون ايضا في صالح الفرق، من ناحيه ان احنا نلاحظ ايضا الفرق اللي بدات في صحيح في بدايه 7، لكن ايضا بدات بشكل قاسي مع اللاعبين من خلال التدريبات، من خلال يعني التقارير اللي وصلتنا ان دائما في بدايه المعسكر تكون التمارين قاسيه شويه بالنسبه للفريق، جرعات التدريب تكون اكثر. فانا اعتقد اللاعبين دخلوا في ضغوطات، وبالتالي ايضا يعني قرار التاجيل ممكن يكون ايضا في صالح ايضا المدربين، لان المدرب ايضا ممكن ايضا عنده يعني امور فنيه يبغي يحسنها من خلال يعني هذا من خلال الفتره اللي فيها التاجيل. لكن التاجيل انا اعتقد يعني غير وارد في 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 دورينا في هذا الموسم، لان البرامج وضعت بشكل يعني بشكل يعني مركز كبير، خاصه من مدرب منتخبنا وايضا مع لجنه دوري المحترفين. يعني في اصبح البرامج بين المجموعتين يعني كانت يعني طولت واصبحت يعني فيها نوع من يعني في الاخير يعني اصبحت ان لجنه دوري المحترفين ومدرب المنتخب بدأ وضع برامج، فمستحيل انه يعني ياجلونا بعد يعني يبغونا بعد اذن وقت ويجلسون مع بعض اساسا يعيدون البرنامج. نعم. كاميرا الشارقة الرياضية تواجدت بالأمس في الحصة التدريبية لنادي الشارقة في معسكرها الخارجي بالنمسا، وكذلك لدينا هذا التقرير، نتابع التقرير المفصل للمباريات وكذلك معسكر فريق الشارقة. على قدم وساق تجري استعدادات فريق الشارقة لكرة القدم بقيادة المدرب البرازيلي بوناميغو لانطلاق الموسم الجديد، حيث يعسكر حاليا في مدينة فيسندورف النمساوية، بحثا عن ظهور قوي وأداء جيد في دور محترفين الإماراتي يمحو به عثرة الموسم الماضي عندما نجا من الهبوط بصعوبة محتلا المركز 12. معسكر متكامل للفريق الملقب بالملك شمل إقامة عدد من المباريات الودية القوية، حقق فيها أبناء الشارقة نتائج لافتة بالفوز على لايبزيغ الألماني 4-0، كما تعادل مع الفجيرة 9 الموسم الماضي بدون أهداف. نشاط واضح قامت به إدارة الشارقة في سوق الانتقالات، فتم التعاقد مع البرازيليين ريناتو وماكسويل لينضم إلى كتيبة المحترفين التي يأتي على رأسها الهداف فاندرلي سانتوس الذي تألق الموسم الماضي بتسجيله 17 هدفا في الدوري. نعمل بروح الفريق ونكمل بعضنا البعض، أنا واثق من ارتفاع الأداء وتحقيق الشارقة لأهدافه الموسم المقبل. يشحذ أبناء الشارقة أسلحتهم وينظمون صفوفهم من خلال معسكر النمسا من أجل تحقيق انطلاقة قوية في الموسم القادم، انطلاقة يفرض بها الفريق الذي فاز بأول بطولات الدوري الإماراتي نفسه رقما صعبا ومنافسا شرسا في بطولات الموسم القادم المحلية.
إذا مشاهدينا الكرام نعود لكم من جديد ونذهب للكابتن أحمد مبارك لضيق الوقت ونتحدث عن أجواء المعسكر في النمسا وأجواء الفريق والجهاز الفني والانسجام كذلك مع اللاعبين المحترفين وكذلك اللاعبين المواطنين اللي انضموا متأخرا لصفوف الفريق. كابتن أحمد، بالنسبة للانسجام الحمد لله لله الحمد، يعني الكابتن وليد احمد ولا الكابتن حمدان قاسم وريناتو كاجا بعد في الاعداد الاولي اللي هو كان في الامارات كانوا موجودين، والحمد لله يعني بالتعاون مع الفريق وروح الفريق الواحد دخلوا مع المجموعه، وسواء في التدريبات او الانسجام او تكتيك واسلوب المدرب المعين، لان المدرب ما شاء الله من سنتين وهي الثالثه الكابتن بنميقو موجود مع نفس المجموعه هذه، اللهم الجداد هذيلا يعني ودخلوا مع المجموعه. بالنسبه لماكسويل اللي وصل قبل اسبوع تقريبا، أنا أتوقع يمكن أنه من مكان واحد اللي هي البرازيليين، يعني فأكيد يعني اللاعب هذا راح يفهم أسلوب المدرب وطرح المدرب يعني والتكتيك اللي يبغي يلعب فيه، ناقصنا بس اللهم انسجام مع المجموعة الباقية، يعني إن شاء الله لما نخلص الأسبوع الجاي هذا يكون ماكسويل يعني دخل في الأجواء وفي الانسجام مع المجموعة والتفاهم خاصة من خلال المباريات الودية والتدريبات هذه اللي موجودة. وبالنسبة للمعسكر والله لله الحمد يعني لغاية الآن الحمد لله ما مر بأي إصابات، لأن دائما أنا أتخوف من الإصابات هذه خلال المعسكرات الطويلة، فالحمد لله لله الحمد لغاية الآن ما في إصابات يعني، وماشيين على حسب البرنامج اللي واضعنا الجهاز الفني من بداية المعسكر. وبالنسبة للمباريات الودية وطبعا في متابعة كبيرة من رئيس مجلس إدارة الشيخ أحمد بن عبد الله الثاني وتواجد مشرف الكرة وعضو مجلس إدارة السيد عيسى مير مع الفريق هنا في المعسكر من بداية المعسكر، فهذه المتابعة يعني تعطينا دافع ومعنوية أكثر يعني للعطاء أكثر إن شاء الله في الموسم القادم. جميل. كابتن أحمد، إذا تكلم عن موضوع يمكن عودة سبع لاعبين وعدم استكمال المعسكر، البعض يفسرها لأسباب فنية بحتة، والبعض يقول بأن هناك قصص أخرى تم كذلك ترويجها سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بين الرياضيين أو حتى جماهير فريق الشارقة. والله أخوي أحمد يعني الموضوع هذا أنا لو نتكلم فيه يعني أنا أتوقع كل ما نقول شيء أو نحط ما بنقول أعذار إحنا، لكن كل ما نتكلم عن شيء يبغون يسألون سؤال ثاني وثالث ورابع، فأتوقع الموضوع هذا ما راح ينتهي، لكن الموضوع ما أخذ أكبر عن حجمه، موضوعه جدا عادي، هو قرار فني. وبعدين عدد المجموعة اللي موجودة هنا في المعسكر عدد كبير، يعني سواء اللاعب الفريق الأول أو اللاعب اللي موجودين 21 سنة، لكن هذا قرار فني تقليص العدد. يمكن الطرح ما كان مناسب اللي هو تدني مستوى اللاعبين، وبالعكس ما تدني مستوى اللاعبين، لكن في منهم أفضل اللي بيقدمون للفريق الأول خلال الموسم هذا أو فريق 21 سنة، فلذلك المدرب كان يبغي يغلص العدد على أساس أنه يقدر يركز أكثر في التدريبات وجرعات التدريب، وأعتقد الكباتن موجودين يعني وعندهم خبرة وباع طويل يعني في التدريبات والرياضة. وفي التركيز بالنسبة للعدد اللي يكون موجود، كل ما كان العدد كبير أكيد التركيز يقل عند المدربين، وكل ما قل العدد يكون من صالح الفريق. فاليوم إحنا لابد أن نفكر في المصلحة العامة اللي هي مصلحة فريق نادي الشارقة وفريق جميل. كرة القدم يعني بالمقام الأول، صحيح، بغض النظر عن الأشياء الثانية. الله الله يوفقكم إن شاء الله وترجعون بالسلامة، وإن شاء الله يكون المعسكر ناجح تماما من حيث انسجام اللاعبين كذلك والخطة اللي وضعناها الجهاز الفني وفي نفس الوقت إدارة نادي الشارقة. أنا أشكر جزيل الشكر الكابتن أحمد مبارك مدير فريق الشارقة لكرة القدم، شكرا جزيلا. العفو، الله يسلمك. شكرا. نرجع لضيوفنا. كابتن حمدون، اتكلم عن يمكن الموضوع نفسه هذا استبعاد اللاعبين، الوقت نفسه، يمكن ذكر 12/8 عودة الفريق من المعسكر، هل من الصعوبة ان اليوم نحن حتى اذا كانت مثلا المشكلة مشكلة فنية ان نصبر عليهم حتى العودة لدولة الامارات والرجوع كذلك للنادي ومن ثم عقب لكل حادث حديث؟ شوف احمد، يمكن انا ما اتفق مع كلام كابتن احمد، يعني ممكن اعالج الموضوع بصوره ثانيه، يعني ممكن لان مثل ما عرفت ان الفريق الاول وفريق الرديف ايضا متواجدين في المعسكر. نعم. قد يمكن هذه اللعيبه الحقهم بفريق الرديف. ايضا انا في البدايه انا عارف ان دائما المعسكرات في عدد معين بالنسبه لعمليه اني انا
في حالة إقامة معسكر. يعني دائما الأعداد الكبيرة أكيد راح يسبب ربكة بالنسبة للمدرب في عملية كيفية تجهيز اللعيبة كلهم هذيلا. أعتقد هذا أيضا يمكن مفروض يحدد من البداية الأعداد اللي ناخذها للمعسكر. أوكي ممكن لاعب لاعبين يزيدون بعدين، لكن أني أخذ عدد كبير من اللعيبة وبعدين أرجعهم، أعتقد أن ما باقي للمعسكر أعتقد 4 أو 5 أيام أو أسبوع مثل ما ذكرت، ممكن يستمرون مع الفريق وبعد ذلك لما يرجع الفريق للدولة يتم التصرف، يعني أنهم يسرحونهم أو أنهم يعيرونهم لأندية ثانية أو أنهم يتمون في فريق الرديف. جميل كابتن أيمن، أنت مدرب السبع لاعبين أو 6 لاعبين أو 5 لاعبين إذا كانوا عندك أنت في معسكر لكن المستوى ما في تطور، هل ممكن يسبب لك أنت أزمة إذا تموا 5 أيام أو 6 أيام في المعسكر حتى العودة للدولة؟ لا تماما، أنا بتفق مع الكابتن حمدون، الموضوع غامض شوية، مش غامض ان احنا نبحث فيه، لا طبعا هم اللي غامض في الجواب، لكن غامض في ان انا عارف انا العدد اللي رايح بقد ايه وانا عامل برنامجي، وكابتن احمد لسه بيقول ان احنا عاملين برنامج الوقت، فانا عامل برنامجي وعارف ان العدد ده اللي موجود، ولما استبعد لاعبين، لكن 7 اعتقد ان هي غريبة شوية وحادثة اول مرة تحصل في تاريخ الكرة في الامارات او اي فرقة بتطلع معسكر معين استبعاد 7 دفعة واحدة. يعني انا كنت اخد كام مثلا 40 لاعب، ما اعتقدش يعني، فاعتقد ان استبعاد 7 انا بتفق مع كابتن حمدون تماما ان هي فيها لغز طبعا مش بنبحث فيه، هم اهل مكة اضرب شعبها، لكن المفترض ان احنا نكمل المعسكر حتى لو انا عندي معايا فرقة رديف، لو هنزل رديف لكن استبعاد العودة للدولة دي ما اعتقدش ان هي منضبطة الا اذا كانت حاجة خاصة بسلوكيات لاعبين او من هذا القبيل. بعوف طبعا كل مدرب له يعني طريقته في التعامل مع يعني في المعسكرات او في اختيار اللاعبين، لكن انا اعتقد يمكن يعني اتفق ايضا مع الاخوان ان ايضا المدرب يعني عارف المجموعه اللي المفروض اللي يروح فيها بعدد يعني يكون هو قادر على انه يسيطر عليهم في المعسكر، قادر على انه يركز على مجموعه اللي هي بتفيده في دوري المحترفين. انا اعتقد ان العدد 40 لاعب اكيد يعني اذا كان في مدرب رديف مع المجموعه يعني ممكن نقول ليش رجعوا المجموعه اللاعبين 7، لكن اذا مش موجود اكيد يعني 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 40 لاعب في المعسكر اعتقد ان صعب على المدرب، صعب على انه يركز على اللاعبين بشكل اكبر، يركز على المجموعه اللي بتفيده في دوري المحترفين. وايضا بعض الاحيان تكون امور بالنسبه يكون لي في ضرر اوقات، يكون في امور نفسيه، تكون امور نفسيه للاعيبه، لان لا يمكن ان المدرب يقدر يهتم في كل الكم اللاعبين الكم هذا من اللعيبه. يعني هي كانت في فتره اعداد اوليه، نعم، فاعتقد ان المدرب ايضا شاف امكانيات. اذا تكلم عن نقطه معينه اذا مؤيدين فيها او لا، نحن دائما نعرف المعسكر هو اعدادي، هو تاهيلي، اذا اللاعب مثلا هذا ما تاهل حتى الان او لين حين مش معد بشكل صحيح فانا انتظر حتى نهايه المعسكر حتى يتاهل اكثر. هذه وجهه نظر طبعا، انا مش خبير فني فيها لكن انت ادرى في هذا صحيح 100%. يعني انت على فكره في لعيبه في فتره الاعداد بيحصل لها هبوط غير طبيعي وبعدين تعلى، مش كل اللعيبه بيبقوا شبه بعض، بالعكس انت ممكن في فتره الاعداد يبقى لعيب مستبعده تماما، وكتير مر بالتجارب دي، فنيا تبقى مستبعده وبعد ما بيحصل عنده فتره من الريكفري اللي هي الاستشفاء يعني، نعم، بيعلى بمستوى مختلف، نعم، عن كل زمايله، وده طبيعي. اعتقد ان الكابتن بيناميجو من المدربين الكبار، واعتقد ان هو عنده الجزئيات دي هو يعني ذكي فيها، لكن في الاخر كلامك مظبوط 100%، لازم ننتظر لنهايه الـ نعم. ويمكن ايضا ممكن لتوفير يعني هي ايضا الماده لها دور، لان لو كان في فريق واحد يشيل السنه مع المدرب انا سامحني على هاي النقطه بعوف، انت نادي تصير معسكر حاط برنامج قبل، عارف عدد اللاعبين، عدد الغرف، الفندق اللي بتسكن فيه، الاكل اللي بتاكله، الشرب اللي بتشربه، جت الماده على الخمس ايام من نتكلم عن المدرب الرديف، وين المدرب الرديف؟ ما ذكروا هذا الشيء، لانه لازم يكون في مدرب اخر على اساس انه يكون مع المجموعه. لا بس انت حاسب حسابك حتى نهايه المعسكر، يعني حتى في الماده، هذا اللي نحن نعرفه، اذا لكم انتم كذلك راي ثاني. شوف احمد، يمكن في عمليه الاعداد اوقات مثل ما ذكر كابتن ايمن ان نعم. هناك نوعيه اللعيبه تختلف. جميل.
جميل. فيقومون مدربين اللياقة في تقسيم هذه اللعيبة في عملية مجموعات، لأن أنت الحمل اللي أنا أقوم به أنت قد يمكن يكون بالنسبة لك عادي، لاعب ثاني قد يكون الحمل صعب بالنسبة له. فالمدربين يعني هذا العلم. بنرجع نتكلم عن هذه النقطة بجاز بعوفس. لا ننسى أن المدرب يعني ثالث سنة بالنسبة له. صحيح. يعني اللاعبين المفروض يكونوا خلاص واضحين بالنسبة له، لأن كانوا في مراحل سنية، وايضا متابعته بالنسبه للاعبين خلاص واضحه. فبالتالي بدايه المعسكر في تجمع داخلي هو اللي يوضح المجموعه اللي بتروح. هذه كذلك مهمه جدا. لا لا كابتن عبد الرحمن، ده كابتن احمد، لانه لا. فعلا هو المفروض على درايه كامله بالنادي كله، خذ الوقت الكافي. جميل. خطه التحضير للموسم الجديد بالنسبه للملك تضمنت مجموعه من المباريات الهامه التي يخوض فيها مباراه في غايه الاهميه هذا المساء مع سبرون النمساوي. بقيه المواجهات في اجنده الشارقه نتابعها في الجدول التالي. إذن نعود لكم من جديد ونرجع لكذلك حديثا. يمكن أنا بتكلم عن بعيد عن الموضوع هذا والقضية اللي طرحناها، نتكلم عن الشارقة وشو اللي كان يعني يحتاجه في الموسم السابق، وهل تم علاجه في الموسم الحالي كابتن أيمن من حيث استقطاب بعض اللاعبين؟ أعتقد أن هم عندهم نواة ممتازة من اللعيبة، وبمنتهى الأمانة الواحد لازم يدي للناس حقها. الناس اللي شغالين تحت في المراحل شغالين بصورة ممتازة على رأس الجهاز طبعا الكابتن جمعة ربيع، فخرج مجموعة من اللعيبة هم نواة لفريق متميز. سيف راشد، يوسف سعيد، عمانة، عمر جمعة ربيع، محين، حمد، محمد سرور، شاهين، نواة فوق الممتازة. من أحسن أندية الدولة النهاردة عندها نواة لبناء فريق متميز. لكن هو في نقطة واحدة صغيرة. نعم. مركز من أهم مراكز الفريق هو مركز الارتكاز. عندهم ثلاث لعيبة ممتازين، محين وحمد ومحمد سرور، لكن ولا لاعب خبرة فيهم. فهل أنا النهاردة أقدر ألعب دوري؟ اولا اللعيبه دي يلعبوا في اي نادي؟ نعم. أنا امكانياتهم وقدراتهم هايله. يمكن كابتن يكون ماكسويل اعتقد ان اللعيبه اللي جت لاعب بيلعب على الطرف على ما انا سمعت، ولاعب بيلعب مركز 10 ومهاجم ومدافع. مركز الارتكاز مركز في منتهى الخطوره. وهذكركم بجزئيه بسيطه، ريال لما كان بياخد البطولات كان معاه لاعب زي ميكاليلي. لما راح الميكاليلي اتاه الريال وضاع الريال. فاللاعب اللي في مركز 6 ده من اللعيبه المهمين جدا. الحاجه الثانيه من ضمن الحاجات اللي لازم نادي الشارقة ينتبه لها، أبناء النادي لازم يستمروا في أخذ فرصة، وإلا هنعيد القارة بتاع. لكن أكثر الأندية تقريبا اللي يعطي فرص حالياً للاعبين. بس في حاجة أنا عايز أقول لك، أنت عندك لاعيبة دوليين، عندك سيف راشد، عندك مش أي لعيبة، ده يوسف سعيد من العيار التقيل. سيف راشد، يوسف سعيد، حمد، محين، عبد الله غانم، كابتن جمعة ربيع، عبد الله غانم، عمر جمعة ربيع، مانع. فالمراكز دي اعتقد ان احنا كنا جبنا في مراكز اللي هي الهيكل بتاع العمود الفقري اللي هو من المهاجم للمدافع، وكنا سيبنا الاطراف شويه، لان هم عندهم لعيبه فعلا من افضل لعيبه الدولي اللي هم يلعبوا دوليين قريبا. نعم. زي ما قلت لحضرتك سيف، يوسف سعيد. جميل. مانع، لان كل اللعيبه دي تقريبا لعبت معايا وانا حاسس بقدراتهم جيدا، وبالعكس هم لعبوا معايا كانوا 18 و19 سنه، فدلوقتي انطلقوا انطلاقه وحصل عندهم انفجار في السنه اللي قبل اللي فاتت والسنه اللي فاتت، رغم ان هم تقلص يعني بقى ادوارهم متقلصه شويه، لازم ياخذوا فرصه اكبر. بما ان نتكلم عن اللاعبين وتكلمنا عن كذلك المدرب، نسمع كذلك شو يقول بوناميجو وبعض اللاعبين المتواجدين في معسكر النمسا.
لدينا توقعات وطموحات عالية للموسم المقبل. لقد دعمنا الفريق بلاعبين جدد وخاصة القادم الجديد ماكسويل. تطعيم الفريق بخبرة الملاعب البرازيلية والكفاءة العالية التي أبداها اللاعبون تؤهلنا بقوة للمنافسة. رغم حداثة وجودي مع فريق الشارقة إلا أنني أشعر بأني في بيتي. اللاعبون متميزون ويقدمون أفضل ما لديهم. الشباب سيحققون إنجازا في الموسم المقبل. نعمل أقصى ما في وسعنا من أجل استعادة المكانة والفوز باللقب. بهذه الروح سنحقق نتائج أفضل. أعتقد أن الموسم هذا إن شاء الله بيكون موسم إن شاء الله يكون موسم خير علينا. وأهم شيء البداية، أول مبارتين تفوز فيهم تتعادل بتكون الأمور طيبة إن شاء الله. جماهير الشارجة ما يقصرون، سواء كنا يعني ما كنا في المستوى ولا كنا في المستوى بيكونون يعني موجودين ويانا يعني ما بيقصرون إن شاء الله. بس أنا أتمنى يعني يتواجدون الموسم القادم يعني يقفون يا الفريق. إذن مشاهدينا الكرام نعود لكم من جديد. كابتن حمدون إذا تكلم عن استقطاب اللاعبين لنادي الشارقة أو فريق الشارقة، هل الفريق يحتاج كذلك أكثر عن لاعب في الفترة القادمة ولا اكتفى تقريبا بالمستوى اللي شفته أنت الموسم السابق؟ شوف، هي دائما تعتمد على سياسة النادي وأيضا على أسلوب المدرب والاحتياجات إذا تكلم عنها. يمكن الشارقة نشوفهم يعني هم يحبون يعتمدون على الجيل اللي طالع عندهم، يحاولون أنهم يستغلون أفضل استغلال في عملية بناء فريق ينافس على البطولات في هذا. هذا ما يمنع أحمد، أنا دائما يعني اللعيب الصغار دائما يحتاجون عناصر خبرة. نعم. عناصر يستفيدون منها يعني من خلال الأجانب، قد يكونون الأجانب اللي موجودين عندهم الإمكانية، يمكن بنشوفهم خلال الموسم هذا. أيضا في اعتقادي يجب الاحتفاظ بعناصر الخبرة أوقات، لأن دائما اللعيب الصغار يحتاجون في جنبهم عناصر خبرة عشان يتعلمون منهم يكونون قدوة لهم. فأن الشارجة أعتقد في هذا الموسم ما استقطب يمكن مواطنين مثل ما ذكر الكابتن أحمد مبارك حمدان ووليد أحمد. نعم. أعتقد أيضا هذه سنهم تقريبا قريب من اللعيبة لعيبة الشارجة، ففي اعتقادي أن استقطاب جيد. جميل. بعوف إذا تكلم خروج يمكن أكثر عن 5 أو 6 لاعبين اللي كانوا موجودين في فريق الشارقة وانضمام لاعبين 2 تقريبا من المواطنين لفريق الشارقة، هل هذا يدل على الاعتماد على أبناء النادي أو السوق هذا اللي موجود فيه من اللاعبين المميزين؟ طبعا هذا السوق الموجود، لكن أعتقد أن يعني أبناء النادي موجودين، يعني اللي خرجوا أعتقد أن اللاعبين أيضا كانوا صغار وصعدوا لهذه السنة يعني. فأنا أعتقد التغيير بالنسبة للمدرب يعني وارد، والمدرب أيضا هو عارف يعني قدرات اللاعبين وعارف مستوى الفريق وعارف يعني كل لاعب على حدة. أنا أعتقد يعني أن يعني المدرب من خلال الموسم الماضي أو الموسم اللي قبل الماضي لاحظنا أنه بدأ بداية جيدة في الموسم الأول، والموسم الثاني الفريق بدأ متذبذب المستوى. هذه السنة الثالثة أعتقد أنه يعني يحتاج أكيد أنه يطلع بصورة جيدة، لأن الكل يتأمل أن الفريق يطلع بصورة جيدة، لكن الظاهر أنه في بعض الأمور يعني غير واضحة بالنسبة للجميع. جميل. نطوي صفحة فريق الشارقة. وأخيرا انضم المهاجم البرازيلي نيمار إلى صفوف العميد النصراوي بعد أن نجح في اجتياز الفحص الطبي يوم أمس. اللاعب البرازيلي الذي سيحل بديلا أما للرينان غارسيا أو إبراهيم توري بحسب قرار المدرب وإدارة النادي، انضم إلى تدريبات الفريق اليوم. نيمار البالغ من العمر 31 عاما سبق وأن ارتدى قمصان أندية أوروبية مثل فياريال الإسباني وليون الفرنسي قبل أن يعود إلى البرازيل ليمثل انتر ناسيونال البرازيلي. طبعا نتمنى كل التوفيق لفريق النصر في الموسم القادم بإذن الله. زين، أرجع أتكلم عن النصر واستقطابات النصر بعد ما رجع لي البطولات. كابتن أيمن، الطموحات كبيرة صارت، أنا حصلت على كأس سيدي رئيس الدولة وكأس الخليج العربي للمحترفين، بقى عندي الدوري وكذلك المشاركة في دوري أبطال آسيا. الحقيقة هو النصر مشي بخطة تعتبر جيدة أو معقولة في الفترة الأخيرة،
عنده استقرار فني، عنده مدرب من المدربين المتميزين جدا لأسلوبه ولطريقته. اعتقد ان المدرب لما يكون حاطط استراتيجية، اعتقد ان هو ده توقعي الشخصي، احتمال السنة دي يكون في غنى عن توريه، لان اسلوب لعبه كتير ما يناسبش توريه باسلوب لعبه اللي فيه امتلاك للكرة بصورة جيدة. اعتقد ان هو الاستقطابات لنادي النصر بالنسبة للأجانب هتبقى مبنية على قراءة فنية بحتة. احنا عندنا المشكلة نوعين من الإدارات، إدارة بتشارك المدرب في الاستقطابات، وإدارة هي اللي بتجيب الاستقطابات وبعدين تجيب المدرب. النادي النصر هيبقى من الأندية اللي طالما عندها استقرار فني، هي هيقدر المدرب مع إدارة النادي مجتمعين، ما ينفعش أحد منفرد، يعملوا الاستقطابات بناء على أسلوب اللي هيلعب به المدرب. واعتقد ان النصر ممكن يخطو خطوات واسعه في الفتره اللي جايه. جميل. طبعا نحن ننضم الينا عبر الهاتف من المانيا الكابتن خالد عبيد مدير فريق النصر لكره القدم. كابتن خالد السلام عليكم. عليك السلام والرحمه. مرحبا ابو سلطان، ايش حالك يا الله يسلمك، شو اخبارك؟ طيب الحمد لله رب العالمين. الله طبعا انا مشي عليك وعلى الكبات اللي وياك كلهم وعلى المشاهدين. الله يسلمك، إن شاء الله يمسي عليك بالنور والسرور. نتحدث عن العميد وآخر انضمام كذلك لنيلمار إلى تدريبات النصر. نتكلم عن نيلمار ونتكلم كذلك عن لاعبين فريق النصر في المعسكر. الحمد لله طبعا عندنا البرنامج ماشي مثل ما هو، طبعا الاستقطابات الحمد لله رب العالمين يعني ماشي مثل ما نحن يعني مخططين له. يمكن بعض يمكن التوقيت شوي ما ساعدنا في انهاء بعض يمكن الصفقات هذه، بس الحمد لله يعني ماشيين يعني الحمد لله. مجلس الاداره متابع كل الامور والحمد لله يعني شرط ما تقول نحن يعني خلال فتره ان شاء الله، الفتره الجايه اكيد ان شاء الله بيكتمل الفريق ان شاء الله من كل يعني الاجانب ان شاء الله. جميل. إذا نتكلم عن نيلمار بالتحديد، يعني الصفقة هذه نسمع عنها من فترة سابقة أن في عقد بإذن الله مع نيلمار وصفقة بتتم في فترة قريبة مثل ما نسمع نحن في الأندية دائما، لكن ما تتم. نتكلم عن إتمام الصفقة أول شيء، نبارك لكم إتمام الصفقة، واللاعب كيف بعد ما حضر وشاف المعسكر وشاف اللاعبين الانسجام كيف؟ حتى يمكن ما نقدر نحكم على الانسجام في فترة قصيرة، لكن كيف شفت الأجواء اللي عيشة البرازيلي؟ صراحة يعني في هاليومين يعني تواجد مع الفريق، طبعا أول يوم حضور كانت في جلسة بخصوص تعرف أمور الاتفاقية والهذه من بخصوص فريقه اللي هو انترناشنال، وبالعسكان والجماعة جدا متعاونين وكانت الأمور جدا سهلة في عملية طبعا إنهاء كل الاتفاقية، والحمد لله تمت يمكن انجزت خلال 24 ساعة الاتفاقية، وحتى وصول اللاعب يعني بداية التفاوض. يمكن كلام حصل ان اللاعب من اكثر من فترة ان النصر داش عليه، فعلا داش عليه اكثر من فترة، بس وكان في تواصل مع طبعا ادارة انترناشنالي، وابدوا يعني كل يعني إشارات ما تقول يعني ما كان عندهم خلاف بموضوع انتقال اللاعب. يمكن الموضوع اللي تداول ان اللاعب رافض العقد، بالعكس هو مرحب وحاليا موجود وجدا مبسوط من يعني من المجموعه اللي متواجده ومن الجديه اللي يعني اللي حاصله في المعسكر، وكان يعني عامل ايجابي يمكن خلال يومين او ال 24 ساعه هذه خلت اللاعب يعني. وطبعا يشكر مجلس الإدارة أنه كان خلف طبعا وجود اللاعب هذا في توقيت جدا مناسب وفي إجراءات كانت سلسة درجة عالية. جميل. أبو عبيد قبل أختم معك المكالمة، سؤال، كم عدد اللاعبين اللي متواجدين حاليا في المعسكر؟ حاليا عدد اللعيبة في حدود 24 لاعب، عدد جدا ممتاز. يمكن غياب المصاب اللي هو طبعا المصاب فهد حديد اللي متواجد طبعا بالتشيك يمكن في فترة التأهيل، وباستثناء طبعا الأجنبي الرابع إن شاء الله خلال الأيام الجاية إن شاء الله بيكون متواجد مع الفريق.
العدد جدا مناسب، ما في غيابات باستثناء طبعا في لعيبه يمكن لاعب خالد جلال وسالم صالح متواجدين طبعا في الخدمه الوطنيه. نعم. الحمد لله ما عندنا غير هذا بعض النقص، ونحن طبعا عارفين ان هذا النقص بيكون موجود. نعم. فعدد يمكن 4 لعيبه من فريق ال 21 سنه موجودين مع الفريق، وبالعكس كانوا يعني من خلال فتره المعسكر يؤدون بايجابيه، الكل مبسوط من ادائهم، وان شاء الله هذه الاسماء بنذكرها لكم وبتكون داعم كبير ان شاء الله خلال باذن الله الموسم باذن الله. بايجاز بين غارسيا وتوريه، من اقرب للرحيل؟ طبعا هالشيء راجع مجلس الاداره ان شاء الله خلال الايام، اكيد الموضوع يدرس طبعا مجلس الاداره مع الجهاز الفني اللي موجود، وان شاء الله خلال الايام الجايه اكيد بنبلغ ان شاء الله ان شاء الله. بس تحت الهواء خبرني عاد. ان شاء الله ان شاء الله. الله مشكور مشكور ابو عبيد، شكرا جزيلا. خالد عبيد مدير فريق النصر لكره القدم من المانيا. بعوف تعليقك على الحديث اللي تكلم فيه كذلك كابتن خالد عبيد، سواء عدد اللاعبين 24 لاعب وعدم استكمال المحترف الرابع حتى الآن، والنصر ممكن أقرب فريق عنده مباراة اللي هو مباراة طبعا كأس السوبر تاريخ 15 إذا ما تم تأجيل هذه المباراة. هو طبعا معروف أن النصر يعني خلال المواسم اللي سبقت يعني أو آخر موسمين من الفرق المتميزة، من الفرق الثابتة في مستواها، وايضا استقرار الجهاز الفني بالنسبه للفريق يعني اعطى ايضا قوه للفريق واعطى ايضا تنظيم للفريق. انا اعتقد يعني الكلام اللي قال 24 لاعب وقال يعني حدده بشكل يعني بشكل ممتاز، اعتقد انه بالفعل يعني عدد يعطي الاريحيه للمدرب انه ايضا يركز ويعطي يعني ويطور اللاعبين. المدرب شاف اللاعبين خلال المواسم السابقه، انا اعتقد انه يعني مدرب جيد وإدارة أيضا جيدة يعني تساعد المدرب في أن الفريق يظهر بشكل ممتاز. جميل أبو أحمد، يعني أكثر الأندية اليوم نحن نتكلم، يوم تتكلم عن لاعب أنت معين بيرحل لو خلال أيام قليلة صعب الإعلان عنه، اليوم نسأل عن توري أو غارسيا يعني ممكن غدا هو يرحل عن نادي النصر لكن ما يتم الإعلان عنه، ليش؟ يعني شوف هاي جوانب أيضا نفسية بالنسبة للاعب، يمكن أنت ما تعرف الأمور قد تتغير في آخر لحظة، في آخر لحظة لا قدر الله صارت لك إصابة، أنت محتاج هذا اللاعب اللي موجود له، كيف تسترجعه وهو في هاي النفسية، أنت مبلغنا أنك أنت ما تبغى، أيضا هاي جوانب نفسية مهمة بالنسبة للاعب. أعتقد الحفاظ الإخوان في نادي النصر على هذا الموضوع أعتقد من صالح الفريق، يعني فكل فريق يشوف الأمور اللي تناسب. أنا في اعتقادي من الناحية النفسية راح تأثر كثير على اللاعب في حالة استمراره مع الفريق. نعم. إذا أنت الآن شعرت أنه هو راحل بعد يومين تقول له أنا أنت راح تكون متواجد، أيضا الجانب النفسي راح يكون صعب الحين على. لا لاعب محترف ولاعب نجم اليوم نراعي نحن الجانب النفسي له، نحن روحنا ندور حد يراعينا. لا بالعكس أحمد، هذا جانب مهم، العامل النفسي مهم جدا بالنسبة للعيبة. نعم. في دكاترة نفسانية مع الفرق موجودين. نعم. كابتن ايمن تعليقك. لا الحقيقه هو كلام صحيح، خصوصا في فريقنا هناك، يمكن في اوروبا العمليه دي ما فيهاش العاطفه، واحنا برضه عندنا جزء عاطفه وفي نفس الوقت الجزء اللي هو في حاله نفسيه للاعب، ممكن يقدر الله واحد يصاب، لاعب محترف يصاب، يبقى انا بلغت لاعب وبعدين ارجعه، عمليه تبقى صعبه جدا. فاعتقد ان هي التاني وعدم الاعلان الى اشعار اخر افضل يعني. جميل. بات المدرب الروماني المحنك أولاريا كوزمن على اعتاب بداية موسم كروي ثالث مع نادي الأهلي الإماراتي، ربما تكون المرة الأولى لكوزمن التي يقود فيها فريقا خليجيا للموسم الثالث على التوالي، ولكنها تعتبر فرصة حقيقية كان من الصعب التفريط فيها من قبل أي مدرب وليس كوزمن تحديدا. على اعتاب الموسم الثالث له مع الاهلي يقف القيصر الروماني أولاريو كوزمن، وهذه المرة لديه رغبة جامحة لاستعادة الالقاب التي فقدها الموسم الماضي لحساب كل من العين في دوري الخليج العربي والنصر في كأس رئيس الدولة وكأس دوري الخليج العربي للمحترفين. فبالرغم من احتفاظه بلقب كأس السوبر الا ان طموحات الفرسان لم تكن لتكتفي ببطولة المباراة الواحدة، مع ان كوزمن تمكن من العبور بالاهلي للمرة الاولى في تاريخه الى دور 16 لدوري الابطال
الأبطال بل والوصول إلى الدور الربع النهائي، إلى أنه أثار استياء شريحة واسعة من جماهير النادي عندما كان يلوح بعدم استمراريته بين الحين والآخر، حتى ظن الجميع أنه يتعمد النتائج السلبية ليأتي قرار إقالته من الإدارة ولا يتحمل قيمة فسخ عقده التي تعد بالملايين. الشعور بفقدان الثقة بين الرجل الروماني والإدارة من جهة وجماهير الأهلي في الجهة المقابلة زال وتلاشى بمجرد الإعلان عن تمديد عقد كوزمن حتى صيف العام 2018 بتوجيهات سامية من سمو رئيس النادي، خطوة بددت كل المزاعم التي راجت حول رحيل المدرب إلى الدوري السعودي أو العودة إلى رومانيا بدعوة من لاعبه السابق في صفوف الهلال والعين والأهلي رادوي. بعد كل ذلك الشد والجذب وتضارب الأنباء حول رحيل كوزمن من بقائه، تبقى هنالك ملفات ينبغي مراجعتها مع الرجل لإعادة ترتيب أولوياتها بحسب الإمكانيات المتوفرة لنادي كبير بحجم الأهلي، فالطموحات يفترض أن تصل إلى حد التفكير للتتويج باللقب القاري وعدم الاكتفاء بالمنافسات المحلية فقط. إذن مشاهدينا الكرام نعود إليكم من جديد. أبو أحمد أتكلم عن كوزمن والموسم الثالث، ومثل ما ذكر كذلك التقرير ممكن كوزمن أول نادي يتم فيه في الخليج لمدة 3 مواسم نادي الأهلي، هذا استقرار أظني طيب بيكون. شوف يمكن المدرب كوزمن يمكن يمتلك شخصية مغايرة يعني بالنسبة للمدربين الكل، يمكن القريب منه يقدر يحكم على هذا المدرب، إنما البعيد في اعتقادي يمكن صعب انك تحكم عليه لان شخصيته دائما انت يوم تشوفه بشكل، لكن الاخوان اللي قريبين منه يشوفونه بشكل ثاني. فاعتقد ان المدرب يمتلك من الامكانيات سواء الفنية او ايضا عملية التعامل مع اللعيبة، يمكن من خلال معلوماتنا عنه انه دائما يكون هو قريب جدا من اللعيبة، فيحاول بهذه الطريقة انه يفجر امكانيات المتوفرة عنده. وثاني شيء هو متواجد مع فريق الاهلي، اعتقد ان العناصر اللي موجودة في الاهلي تشكل تقريبا نص منتخب الامارات، فاي مدرب يتمنى العناصر هاي تكون موجودة وايضا الامكانيات اللي موجودة في الاهلي. كابتن ايمن، كوزمن والمدرب والموسم القادم لهذا المدرب، انا الحقيقة اتكلم من ناحية فنية وبدون مبالغة، كوزمن يعتبر لو شفنا أفضل 5 مدربين في 15 سنة الأخيرة في كل الدول العربية أعتقد كوزمن هيكون منهم، ما كانش في التصنيف الأول. كوزمن قوي جدا فنيا، قوي جدا خططيا، مدرب من المدربين اللي هم من العيار التقيل، شخصيته قوية. أنا الحقيقة كوزمن يعني صادفني الحظ ان انا لعبت معاه وانا ماسك دبي، هو كان ماسك العين، مدرب محترف بمعنى الكلمه، من اقوى المدربين اللي دخلوا الدوله هنا خططيا، مدرب قوي جدا جدا. وانا الحقيقه سعيد جدا ان اداره الاهلي فاهمه امكانيات وقدرات هذا المدرب، لان في كتير من الانديه ما بتبقاش فاهمه قدرات مدرب قوي، قوي خططيا، قوي في التعامل، عنده كاريزما في المباريات، قوي بيقدر يتحمل الضغوطات. انا اعتقد ان انا الواحد بأمانة لازم المدرب ده ياخد حقه لانه فنيا مختلف. جميل، انا طبعا انوه للسادة المشاهدين ان تربطني علاقة طيبة بالكابتن ايمن الرمادي، لكن اول مرة يشيد بمدرب بهذه الطريقة، اعجاب مميز كابتن. بالفعل يعني الكل يعني يتكلم عن المدرب، مدرب محنك، مدرب شخصية بالفعل، لكن احنا ايضا نتكلم عن السنوات اللي قضاها في نادي الاهلي، يعني بدأ في السنة الاولى بشكل قوي واحرز بطولة الدوري، لكن السنة الثانية لاحظنا ايضا في فريق الاهلي في تذبذب يعني في المستوى، وفي نفس الوقت يعني اعتقد ان ايضا الاصابات وال يعني كانوا يتكلمون عن الحكام يمكن ما ساعدوهم، لكن بشكل عام اعتقد انه مدرب بالفعل يعني مدرب يعني عنده كاريزما بالفعل، عنده ايضا قدره على اداره الفريق بشكل جيد، وايضا من الفريق يعني نلاحظ احنا اسلوب الفريق، طريقه لعبه الفريق، يعني نلاحظ الفريق يلعب بشكل يعني منظم، وايضا سواء من ناحيه التنظيم الدفاعي او التنظيم الهجومي. جميل، نتابع كذلك اخر اخبار الميركاتو، وفيها
برعاية شركة نايكي العين يكشف عن الزي الرسمي الجديد الاثنين المقبل. كايو يمنح لاعبي الشباب يوم راحة للتسوق في العاصمة الهولندية أمستردام. وفقا للملحق ملحق الاتحاد الشباب يعلن تعاقده رسميا مع تشكرة امبرو الإنجليزية للموسم الرياضي 2015-2016. أجواء مثالية سبقت مباراة الأهلي والإنتر الودية حيث حرص اللاعبون والمدربين على التقاط الصور التذكارية. خلال أقل من 24 ساعة مقطع فيديو لعمر عبد الرحمن يحصد 250,000 معجب على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. شو رايكم نشوف مع بعض الفيديو المهاري لعمر عبد الرحمن اللي لقى اعجاب كبير ما يقارب تقريبا 250,000 معجب في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. إذن نعود إليكم من جديد. بعوف بإجازة بس شفت التطور كيف؟ قبل أنت كنت يعني مدافع وأفضل المهاجمين يمكن كانوا قدامك وأنت تخلص الكور، ولا في إنستغرام ولا في تويتر ولا غيره، الحين خلاص بس أنت حركة كذا 250,000. بالفعل يعني الأمور تطورت بشكل كبير، يعني حتى اللاعبين تطوروا، حتى الموارد المادية تطورت بشكل كبير، ولكن أيضا المستوى يظل يعني المواهب يعني قلت بعكس في السابق، المواهب كانت أكثر. التطوير حصل من ناحية تدريبية بالنسبة لي سواء المدربين أو حتى اللاعبين، يعني فيعني شفنا أيضا يعني الأمور اللي حصلت مثل عمر من خلال المهارات الفردية اللي شاهدناها. طبعا تدل أن اللاعب يعني موهوب، واللاعب أيضا عنده يعني القدرة على أنه يقود أي فريق بشكل فردي أو أيضا بشكل جماعي. كابتن أيمن، تسوق في هولندا شو هذا شيء طيب لفريق الشباب؟ طبعا طبعا، اليوم الفريق ده مهم جدا ويمكن بيبقى جميل، وخلي بالك فترات التسوق يكون على حساب منو؟ لا على حساب في لعيبة، في لعيبة ما في لعيبة، لكن هو اليوم الفريق دايما فترات الراحة مهمة جدا زي فترات العمل. بس أنا عايز أقول لحضرتك أنا صديقك من زمان، الله يبارك، بس أنا لسه حالا متكلم كويس عن المدرب النصر فادخلش يعني بقت اتنين في الحلقة أهو، يعني القادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. أبو أحمد، إذا تكلم عن الشركات اللي ممكن نقول عنها الجديدة دخلت كذلك دورينا مثل أمبرو وكذلك شركة نايكي العين يكشف عن الزي الرسمي الجديد له في الأسبوع القادم بإذن الله. اعتقد ان من الامور التسويقيه الجيده الان نشوف الانديه يعني قاعده تتجه لها في عمليه تسويق ملابسها، وعمليه الاطلاق تكون في من خلال المؤتمرات الصحفيه. اعتقد يعني من الجوانب التسويقيه الجيده بدات الانديه تحذو حذو الانديه الكبيره في عمليه اطلاق اطقمها بالنسبه للموسم، فاعتقد المنافسه اللي موجوده في السوق بالعكس تساعد الانديه على عمليه انها تسوق وتكسب ايضا من خلال الملابس. جميل. ولا ننسى كذلك شركه سبورت انفستمنت والراعي الحصري كذلك لمنتخبنا الوطني طبعا ماركه اديداس. شكرا لك كابتن محمد احمد حمدون، شكرا الكابتن ايمن الرمادي، شكرا الكابتن عبد الرحمن الحداد. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، وتقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي، الى اللقاء.